المدخنون أقل عرضة للإصابة بفيروس كورونا. لا تتعجب، فهذه نتيجة دراسة فرنسية، إلا أن البيانات ليست حاسمة ولكنها مفاجئة، حيث أثبتت أنه يمكن للنيكوتين أن يحمي المدخنين من فيروس كورونا الجديد. وعند فحص 482 مريضا بكوفيد 19 تم دخولهم إلى إحدى مستشفيات باريس، وجد الباحثون أن 5% فقط هم مدخنون يوميا، وهو أقل بكثير من 25.4% لدى السكان الفرنسيين الذين يدخنون يوميا. وفي حين لا يمكن اعتبار النتائج دليلا قاطعا على حماية النيكوتين للمدخنين من فيروس كورونا، نظرا لصغر حجم الدراسة ولم تشمل المرضى في العناية المركزة، إلا أن الباحثين يقترحون بشدة أن المدخنين يوميا لديهم احتمال أقل بكثير للإصابة بعدوى خطيرة أو أعراض سارس كوفيد 2 مقارنة بعامة السكان. وفيما يأخذ النيكوتين دور البطولة في وباء فيروسي لأنه يؤثر على رئتين، يبدو الأمر غير بديهي نظراً للآثار الصحية الضارة للتدخين، فإن نتائج الدراسة مدعومة ببيانات أكثر شمولاً جمعت من مستشفيات باريس العام في وقت سابق من هذا الشهر في فرنسا. وعلى الرغم من أن هذه الدراسات تبدو واعدة، فلا ينبغي لأحد أن يلجأ إلى تدخين سجائر للحماية من الفيروس. ويحتوي دخان التبغ على العديد من المواد الكيميائية السامة الأخرى إلى جانب النيكوتين، ولا يزال السبب الرئيسي للوفيات التي يمكن الوقاية منها، حيث يساهم في 75,000 حالة وفاة سنوياً في فرنسا وحدها. على الرغم من أن النيكوتين قد يلعب دوراً أولياً في الحماية، إلا أن المدخنين الذين يصابون بكوفيد 19 يعانون من أعراض أكثر خطورة من غير المدخنين، والأمراض المصاحبة مثل ارتفاع ضغط الدم ومرض الانسداد الرئوي المزمن، وكلاهما ناتج عن التدخين، وتزيد بشكل خطير من فرصة وفاة الشخص المصاب.